فرصه. طيب ما يتردد انه كولر بقى والاهلي هيبدا يحط له تارجت، واذا خسرت السوبر المحلي هيبقى ايامك قليله مع النادي والكلام اللي بدا برضه يتردد، انت عارف مع اول خساره دايما الامور بتتصاعد بالشكل الغريب ده. هل الكلام ده فيه اي شيء من الصحه؟ اولا كولر من سنه 2000 لحد 24 اعلى مدرب في تاريخ النادي الاهلي بعد مانو جوزيه بنسبه بسيطه جدا. صحيح. محقق نتائج مع النادي الاهلي. فحته ان لو خسر او لا، هو لو في تقصير في الاداء ممكن تفكر في المدرب بشكل عام، مش بتكلم على كولر. نعم. لكن خسر ماتش، هو الماتش لما تيجي تخسره بيبقى فيه عوامل مشتركه في الخساره. نعم. قد تكون اللعيبه، قد تكون المدرب، ايا كان. نعم. تتحمل الموضوع الواحد ليه تاريخ كبير عندك. نعم. وبعدين دي بدايه موسم. واللعيبه حاسه ان هي اتأثرت مع جمهوره ومع ناديه، فهم مركزين من دلوقتي في البطوله اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش في خساره.